بسم الله الرحمن الرحيم. عرفت الشر لا للشر نفسه ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. دي بعض اساليب النصب اللي حصلت مع ناس كتيره، منهم ناس اعرفهم. بتقدم انت مثلا على اي وظيفه موجوده على الانترنت، فبيجي لك تعالى خلاص احنا وافقنا وكل حاجه، بس لازم تدفع فلوس. اول ما يتقال لك تدفع فلوس في شركه انت لسه هتروحها، يبدا الفار يلعب في عبك وتبدا تدور. تمام، اولا ان انت تقدم في شركه ويوافقوا خلاص هتمضي العقد، ده محتاج ان انت تتعرف على الشركه دي كويسه ولا لا، تحاول تتواصل معاهم حتى لو اسم مشهور، تتاكد ان الايميل اللي جاي لك جاي من الشركه نفسها، مش جاي من جيميل او لوت ميل كده، يبقى ده الموضوع مش رسمي وممكن يكون فيه نصب. تحاول تتواصل مع اي حد موجود في الشركه، ممكن على الفيسبوك ولينكد ان، تلقط حد هل فعلا طالبين ناس ولا ده اشتغاله. تحاول تجمع معلومات عن الشركه، يعني شركه انا رايح هقضي فيها بيت عمري او هقضي فيها كذا سنه، فلازم اتعب شويه واعرف الشركه ديت ايه المشاريع اللي شغاله فيها، ايه نوعيه المشاريع، ايه نوعيه السوفت وير اللي بيستخدموه، هل في تاخير في المرتبات، هل هي كويسه هل هي وحشه ولا لا. وتاكد ان اللي بيكلمك ده واحد من الشركه نفسها، مش واحد بيشتغلني، يعني واحد ممكن يكون عامل ايميل على الهوت ميل مثلا باسم مايكروسوفت ويقول لك شركه مايكروسوفت بعتها لك تعالى اشتغل. فلازم الواحد يكون كيس فاطن ويبقى عارف هل هي الموضوع ده صح ولا غلط ويتاكد منه. وما فيش شركه محترمه ينفع تشتغل فيها هتاخد منك فلوس قبل ما تشتغل، لا ده حتى لو هي مثلا عايز تعمل معاك انترفيو بتقول لك تعالى على حسابي رايح جاي تيجي تعمل انترفيو. حصلت معايا قبل كده في شركه في السعوديه كويس جدا، قالت لي تعالى اعمل انترفيو واعمل عمره وزي الفل. تمام، ما دفعتش حاجه، انما يقول لي ادفع، لا ما اعرفكش، يعني انا هقبضكم في الشركه ولا انتوا اللي هتقبضوني. فرجاء احترس من اي حاجه من عمليات النصب ديت، والواحد يبقى عنده بارانويا، يعني ارتياب في الرسائل اللي بتيجي، هل هي رسائل صح ولا غلط، هل فيروس ولا لا. فربنا يبعد عنا النصابين.